واش دير لك عيد ميلاد ديالك؟ وهشام تسطى ولا ولا تبعي واو واو لا 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 فرح شوف علاش غينات ما تقولش لي هاد لابيسين ديالك بوحدك زاوي غنقولها لابتسام ولا بيسين سخون اوكي السلام عليكم زازلز اوفردوز مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي فيديو جديد اخوتي وتحدي جديد تحدي ديال اليوم كما قريتو في العنوان هو تحدي اغلى فندق في سان بيدرو ضد ارخص فندق بطبيعة الحال سان بيدرو كاينة في الكوت ديفوار أغلى فندق أخوتي ساوي 60,000 صفة اللي هي بالمغربية 1,000 درهم وأرخص فندق ساوي 100 درهم اللي هي 6,000 صفة ولكن قبل أجي نشوفو شكون اللي غيعيش في أغلى فندق وشكون غيعيش في أرخص فندق كاين العزاوي وكاين هشام وشنو غنديرو النرد الأسطوري صراحة توحشت هاد النرد واللي ديما فيه كيكون عندي الزر هاد المره انا اللي غنكون عندي الزهر صاحب اكبر رقم هو اللي غيعيش في اغلى فندق صافي مشات يلا وراك انت الاول شوف الرقم اللي غتجيب سير 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 واحد واحد لا واحد لا واحد لا جاب لا واحد لا 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 انا نجيب غير جوج غنعيش في اغلى فندق شوف راه حركت راه سير ثلاثه كانت واحد المهم سير سير جوج جوج فيتك يا بنقطه غنبدا بارخص فندق ديال هشام مالك ديال 6,000 صفه اللي هي 100 درهم كياكل الربيع عرفت عرفتش كتاكل زايا الاصدقاء المهم قلبنا عشوائيا في جوجل ماب ولقينا هذا ارخص اوتيل قريب لينا وانتم ورقوا معايا الاصدقاء غير الدخله شو الدخله كيدايره عباد الله ما بالك الداخل كيفاش غيكون وهنا فين غتبات السي هشام فرحان ياك انا فرحان وانت غيبقى فيك الحال والله يستر الله يستر الله يستر وهشام تسطى هشام حماق اخوتي هشام تفروح انت جايبني لي واش غتعس هنا لا 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 الفندق راه كاين لداخل بحال قلتي هاد البلاصه هي واحد الحديقه ولكن باقي ما ناضش فيها الربيع ياك المرض الحديقه مالك غتجيب كره وتلعب مع الدراري الصغار كره والعاده اتردها تيره الله يستر الله يستر يا سلام اخوتي شوفوا بلاصه ديال الاستقبال ديري ليها واحد ستيل زوين هربان نعم سيدي شوف 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 داكشي كي داير سي مو هشام دابا تيقيد المعلومات نعم سيدي صحتكم كاين هاد البلاصه هادي كيجلسوا لها بغاو يشربوا شي حاجه ياخذوا شي قهيوه وشي لعيبه ياك هشام عندك تغلط في شي حاجه تما ما تخافش داكشي كلشي موثق سنة حلوة يا جميل تشا 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 سنة حلوة يا جميل تشا 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 جويو زاني بيرزا المهم هنايا في لوطيل اخوتي لقيناهم واجدين عيد ميلاد ويلي 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 داكشي هربان ما الد وطاب من الاطباق والنفاخات ويلي ويلي هشام واجدين لك عيد ميلاد ديالك شكرا المهم هذه يلاه دخلنا مع الريسبسيون فندق هوا كما كتشوفوه فيه هذا الاسباس هذا كيجلسوا فيه وكيديروا فيه العيد ميلادات وداكشي شكون هشام نقصيو ويلا شكل عزاوي غنقولها لابتسام مشيتي فيها اول مره تصوروا معنا حيت حنا مغاربه يا ويلات شوف غتوصل لابتسام في اي بي تحشوا عليك تصور اييه فيديو كاع ابتسام هات شوف المهم اخوتي راه من نهار اتصل باش عليهم باش ما تصلحليش ابتسام راه من نهار اتصل المغرب هما ملي كيتلاقاو شي مغربي كيتصوروا معاه زعما كتسلك هات ابتسام شوف هشام ها هو الصور ديال الغرفه ديال الطالوبيل هادو ها هي الغرفة ديالي يادي ها هي ولكن شوف قبل ما ندخلو قول لي كي جاك هذا الفندق هذا صراحة زوين خصوصا الناس اللي فيه الله يعمر لهم الدار ظريفين كيعرفوا يتعاملوا وهذا الفندق راه طبيعة الحال على قد الحال صغيور وفيه غير طاج واحدة ما فيهش الفوق ما فيهش الفوق وكل غرفة كاينة حدا اختها قرابين يعني عندك تسهر دير البلبلات برص الجيران ها انت الجيران ها هما غير حداك شتيها الناس غير حداك هشام لا راه غندير لهم الهراج هو دابا غندخلو باش نكتشفوا الغرفه ديال هشام شوف 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 غندخل انا قبل منك عاد دخل انت صح اي باش هاك اخويا سير يلا سير لي تنعيط لك سير 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 المهم الاصدقاء غنفتحوا الغرفه كما كتشوفوا رقم 12 راه هشام فيك يطل سير ما تطلش ما تطلش غندخل انا قبل منه باش نشوف رده الفعل ديالو ها هو غيدخل هشام دابا يشوف الغرفه واه دخل دار داركم مرحبا ما تقولش لي غنعس هنايا اييه شحال اصاحبي ما يمكنش واش البرانك هذا
ارخص اوتيل ولكن اللي عجبني راه نقي واخا داكشي على قد الحال. وي ولكن واش غنعس هنا؟ ماشي شغلي جا فيك ارخص فندق. مانيش غنزرع عباد الله. نوريهم الغرفة. نوريهم اخويا وريهم كلشي. أول حاجة هي المكتب الخاص ديالي الله يخليك. أنت على المكتب عاوتاني. شوف مع الفيطة ديالو. حيت الحرارة فاش تكون خدام كتكون كتعرق. والكرسي جيمنج نعم سيدي. شو غنحط على تليفوني؟ ما عندي ما ندير ليك الصاد هو ما رضيتش تبان واحد الحاجه ما كاينش الماريو اذا تما غتحط حوايجك وي نسيت ما كاين حتى شي ماريو هنا ما كاينش الماريو تما فينا تحط الحوايج عشيري انا نعسو حدايا هشام فين عند التلفازه يلا بغيت نقول لك علاش كتقلب التلفازه هذا لا واش شويه غتريب هادشي غير على قد الحال وبيت التلفازه هشام لا 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 التلفازه طيب لنا الحيطه صاحبي الله يحشومها عليهم المهم بغيت نقول لكم بالله الغرفه ديال هشام ما فيهاش التلفازه واحد الحاجه اخرى عاوتاني ما فيهاش شنو هي وجد راسك غتصدم شنو ما تقولش لي شنو اكثر حاجه معروفه بها سان بيدرو والكوت ديفوار المود ديال الصهد اخويا المود اذا شنو كيخصك فين ما مشيتي الكليمة ملقيناش الكليمة تيزور هانتوما الأصدقاء قلبنا ملقيناش الكليمة تيزور ترى ما يمكنش ولكن هشام كاينة الفرفارة غاتتصهد عليا غاتتسخني لا 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 الصراحة ملي جربناها في البلايص الأخر اللي ما فيهمش الكليمة صراحة كتبرد ها إذا ما غاديش تنعس وأنت فيك الصهد بعدا غادي تحيد لي العرق هانتوما خوتي راه دايرين أبار الكليمة تيزور فرفارة وراه في الأول فاش دخلنا قال لينا واش بغيتو كليمة ولا لا عرفتي علاش لان ارخص فندق بلا كليمه الا خلصتي الكليمه راه يولي اغلى فندق هذاك علاش عاده بلاش تخيل تخيل معايا هشام الحراره وما تخدملكش هاد الفرفره في هاد الفندق والله الا نعس في هاد الفندق يا ربي ما تخدمش ليها خوتي هو داز الضو شعلها الله عندك الزهر عندك الزهر يلا جرب واش كتبرد ولا لا برديني برديني واو يا الصوت اللي كدير ما غاديش تخليني نعس والله ما غاديش تخليني نعس شوف غتبرد هشام غتبرد ولكن ما غاديش تنعس ماشي ديني نعس الصوت ديالها مجهد ودابا الاصدقاء كما كتشوفوا هذا هو السرير اللي غينعس فيه هشام شنو اللي ممنوع ممنوع تجرب السرير المشكله الا جيت نجرب ونتلح فوقه ويتهرس ما تلقى فوقاش تنعس واه يا يعني داك واش هرس لي السرير ديالي اش كتحاول دير جوج ونص ثلاثه ولا واو واو ولا هرسو والله الا هرسو اخوتي واش انت حماق ولي 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 ناري ناري هبط السرير وا فين غتنعس فين غنعس هرس لي السرير شوف 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 واه شكر دو هرستو غنقولها لهم باش نخلصوا ليهم ما عندي ما ندير حشومة مالا الصوت هرستي لي السرير الخاص بي فين غنعس دابا في الارض نعس هكا الله يلا حشومة اش بغيت دير هشام شوف علاش غينعس شوف علاش غينعس والعاده واش هادشي اصاحبي عرفتي اش غدير خصنا نديبانيه ولا نحشوم حشوم المهم الاصدقاء خفا زربا غنوريكم المرحاض اعزكم الله واكرمكم فيه كما كتشوفوا هاد العيبه اللي بغا يغسل وجهه وكذا العيب والمرايه فيه فين يدوش راه كاين الماء السخون وراه واخا هادشي على قد الحال ولكن الاصدقاء نقي تبارك الله عليهم اخوتي وعلاش ما دخلش هشام لحقاش اخوتي هذا قادي غرض يدخل غير واحد الا دخل هو انا ما نقدرش نصور لكم كان هذا واحد من ارخص الفنادق واللي غينعس فيه هشام ودابا غتمشيو معايا باش نشوفوا واحد من اغلى الفنادق هنا في سان بيدرو وهشام كيما شفتوا ما عندوش الكليماتيزور ما عندوش التلفازه ما عندوش اطلاله وكذا والالعاب ما عندكش ريستو ما عندي والو ما عندي حاجه الله وفين تنعس وشكون بحالك لا موسيا يلا نشوفوا انا فين الناس يلا مالك هشام اطلاله عندك اخويا وهذا الشيء يلاه دخلنا للفندق فين غنعس انا بسم الله شوف شوف اخوتي الاطلاله كي دايره شوف 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 الاشجار والطبيعه حيت هو كاين حدايا كاين حدا البحر داكشي علاش غالي يا خويا وحوايج اخرين عاوتاني خلاوه يكون غالي شنو هما اكتشفوه دابا يلا ويلي 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 اخوتي هاي 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 شنو باغي دابا شنو بغيت ندخل باغي تشوف الغرفه ديالي ويا صاحبي شوف قبل ما نوريك الغرفه فين غنعس اجي
نوريك الفندق كي داير بعدا والمسبح وكاع داكشي اللي داير بالفندق. عاد شوف الغرفه فليكسي عليا. اول حاجه شوف ليا تبارك الله غير ريسيبسيون كي دايره داكشي ديال الهاي نعم سيدي الكليسات ناضين. لا بغيتي تسنانا وبتكبير ما تقيد المعلومات تبان لك هشام باتو غير هنا واقيلا صراحه انا حط ليا غير بلاصه هنايا وساده بركه والكليماتيزور داكشي زوين وناضي وهادي غير ريسيبسيون. وي وي وهاد الناس والله حتى زوينين وديما فرحانين وديما ناشطين. شوف مع دخلناش واش نعطاونا ها باردين ها جوج ديال الكوكا باقي يلا تنهضروا معاهم عطاونا جوج كوكا باردين بدون سبب تبرد عاد هضر بعدا وتورق ليا حدا الريسيبسيون شنو لقينا. ويلي 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 هذا ولكن هشام فاش غنجيو نلعبو ما غتلعبش معايا غنلعب بوحدي بحال مسطي منيت. شوف مابقاش هاد القطبان بحال هكا ها ندور فيهم هكا لحقاش انت ما معياش في هاد لوطي انت في لوطي الاخر خلي نلعب معاك غير شويه غتجرب معايا حتى حاجه. ويلي اول حاجه عجبتني اخوتي في هاد الفندق وهي المساحات الخضراء الخضوره كاينه فين ما مشيتي كدير هكا على اليمين الخضوره كدير هكا على اليسار الخضوره ياك وياه مريح ليا مع راسي سير اخويا بالصحه والراحه الله يلا سعداتك انت اللي جات معاك هذا واحد القضيه شنو هي هاد كوكات غنشربهم بجوج منيتك عطاوهم لهذاك اللي غينعس في الفندق ماشي ليك واش منيتك ايه. راه وحده صاحبي ناري شوف اخوتي شحال مسموم و... ها هاي تخوات عليك يلا والعزاوارك غادي تطيح صاحبي واش منيتك لا 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 فرحان ياك المرضي صاحبي راه دير فيه غير هاد السليكات اللي تدير الفوق يا انا ما غاديش نطوطح فيها أيه؟ غادي ندير هكا وندرتاح انا والله باغي نخليك ترتاح ها يا الله تغطي هشام يا الله كنتي غطيح بسبابك بسبابك تغطي اي 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 ما عندكش هذه في الفندق ديالك ياك وليتي كترد لي الصرف واخا عليك شوف اخوتي شوف شوف تكبر عليا شوف والله ما تبقى فيك هاي 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 نوض قاعد نوض راه قلت لك ما غاتستعمل حتى حاجه في الفندق ديالك نوض هاد الجليسات هادو كيما شفتو كاينين في الفندق كامل كتجلس وترتاح فيهم في المساحات الخضراء وكذا نوض هشام والله لا نوض نوض ولا نوض ما بغيتيش نوض لا راه نكب عليك كوكا مصدق مجرين علينا صاف 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 والله الا حشوم عليك وحق الله كتفقص فيا كتفقص فيا مازال كاع ما شفنا حتى الغرفه صاحبي ملي غتشوف الغرفه غتصدم ديال بصح متاكد هذا غير برا ديال لوطي شو كي داير ناريخ والله الا حشوم ويلي 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 والله الا حشوم عليك كيفقص فيا ناري اخوتي شوفوا شوفوا لي المسبح العام السيدي ديال الفندق ها هو هشام جاي مالك هشام كاعي ما تقولش لي هاد لابيسين ديالك بوحدك اي ما غتعومش انت الله يحفظك الله يرحم ليك الوالدين ما غتعومش شوف اخوتي هشام راه عرقان والحراره عفاك 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 لا غتمشي غدوش في داك الفندق ديالك وفين هو الدوش اما هاد لابيسين كامل غنعوم فيه بوحدي مسكين ما غيعومش معايا في المسبح يا سلام تفقص سمحوا لي يا خوتي غادي نطلق عليكم عضلاتي واه عليك كلش عندك شوف الفوق ما تشوفش لتحت لا لا المهم غير نرجع ان شاء الله المغرب ما كاين غير سبور وكذا ياك المرضي ديما كنقول هاد الهضره تيقتك تيقتك عرفتي شنو كندير هنا اش كدير غادي ندوش باش نخلف بيسين يا خوتي راه بزاف هاد الهضره انت تفرج فيا يا سلام شوف الله الا حشومه عليك وحق الله خلينا خلينا ندخل غير ندوش انا من بعد لا واش باش ندخل المسبح يا ما دوش ليا مع راسي عاد تمشي تشوف الغرفه عشيه دوش فيه السم يلا دابا واش غادي تلح ولا شنو لا حنا راه في اوتيل هاي كلاس ياك غتهبط بشويه عليك داكشي ديال الطلونسيات وكذا ما كاينش دايرين الدروج ما كتشوفش الدروج شوف 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 اخوتي غير هبط من الدروج درجه بدرجه شو الاليبه شو الاليبه تفرد قصيني في راس حيت الا جيت نتلاح ولا شي حاجه غنخرج هذا الماء كامل غيجريو علينا اه صراحه غتخويهم لابيسين هشام لا حشوم عليك والله الا حشوم عليك وحق الله ما بلان ان شاء الله ما بلان انت فيا خي ديالي ناري انا تنعوم مع راسي عطيني اخويا نتلع عطيني نتلع شوف 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 نتلع شويه شويه غير شويه شوف شوف هذه تعجبك هشام شنو هي هوب شوف هو الفوق ما ياك الفوق ما ياك ما بقيتي كاع كتبان اخويا فينك فينك بان ما بقيتيش كتبان والله الا حشومه على العزاوي وحق الله شوف اخوتي كي دراع وغادي وفرحان وهنا المود ديال الصهد والسخونيه انا كندوش غير بالعرق حاليا والله الا المود ديال السخونيه قلت لي اخويا غير نخلص لابيسين وهاني ندخل قال لي لا ضحك لي مع راسك ضحك
جاش معاك الضحكه والله. داك نخلص علاش قلتي لي لا؟ عرفتي ولا بيسين سخون ياك المرضي. المهم الاصدقاء جالس كنعوم وعايش الحياه وهشام كيتصوت شويه وهي تجيب لي قائمه الطعام. قالت لي واش انت مريزيرفي هنا؟ قلت لي اه. قالت لي راه من حقك انك تتغدى ولا تعشى فابور ياك المرضي. عرفتي شغن ناخذ اكثر حاجه عزيزه عليك؟ شناهي؟ اللي هي بيتزا مارغريتا. تذوقني ياك؟ ما غندوقكش عشيري. اشويه اشويه. راه قال لك انا اللي مريزيرفي غناخذ اللي بغيت، غناخذ بيتزا خوتي نتغدى بها. اي 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 شوفوا معايا البيتزا ديال الفندق الغالي كي دايره. والله الا حشومه عليك واحد اصلا كاع ما كاينه بيتزا ديال الفندق رخيص. المهم شوفوا لي والله الا حشومه عليه صوص كيتشوب اللي بغيتي. دابا غندوق السي هشام ونوض عليك. دوق اخويا دوق دوق. والله الا حشومه عليك وحق الرب. انا قبيله ضرباني السخونيه وانت كتمطق ليا في البيتزا. وهشام وناضيه حلف بالله راه شويه الله يحفظك راه شويه. شوف اختي كي دايره وعلى ديكور فيها كتشهي والله الا كتشهي. هذه داخله في الريزيرفاسيون. دابا شوف عمنا كلينا شربنا. يلا نوريك الغرفة كي دايرة. وبارك علي غير هاد الفقصة اخويا بارك. بعدا فين غنعس انا؟ يا سلام اول حاجة غنوريكم هي الجلسة العامة سيدي. هاي 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 شحال هاد الجلسة عندك ياك؟ اييه شحال عندك؟ ولكن انت الكرسي اللي عندك مخشب. وييه الكرسي ناضي شوف كي داير. شو فيه البونش دولي دول. كتجلس وانت مرتاح. انت البصمة. سحال الراحة. الراحة. ولكن واحد الحاجة أخرى عاوتاني ما عندكش. لا هي. ولي 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 على الفيكس. هاد الفيكس هذا لاش ديرينو باش نهضر معاهم في الريسبسيون؟ الو جيبوا لي المشروبات جيبوا لي الماكله. وانا انت خصك تدق عليه في الحيط فهمتي. شوف لقيت قريعه ديال الماء باش نتبرد مع راسي بالصحه والراحه. وشوف واحد الحاجه تيليكوموند ديال التلفازه اللي ما عندكش يا سلام. راه سولتهم قالوا لي فيها جميع القنوات وفيها حتى الانترنت. اوه اي انا عندي تلفازه وهشام ما عندوش. عندي تليفوني تفرج في التليفون. كاينه الاصدقاء حتى التليكوموند ديال اش ديال الكليما. دردم بالرضاعه لي لا لا لا. فين دخلت انا؟ بغيت نوريكم الكليماتيزور ها فين دايرينها باش تبرد البيت كامل. وعندي هذا اللي هو نماريه هنا في الغامضه. شوف فين حاطين الفوطات اللعيبات. ويلي 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 يا سلام. المهم هاد الماريه وفين نحط حوايجي؟ انت بعدا راه ما عندكش ماريه. ما عنديش واخا صغير ولكن راه يكفي. يا سلام اعزكم الله واكرمكم. سمحوا لي هذا المرحاض الدوش ديال فندق فين جالس انا. سلام معكم العزاوي. المهم شوفوا داكشي كيفاش داير عاوتاني ناضي ونقي وزوين وبوكوس والصابون. ما عندكش انت الصابون الادعي؟ عندك طواليط مالك؟ شادي كيتحرك نار. شوف 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 هنايا كتحل هاد اللعيبه لو بغيتي دير فيها الدواء ديالك ولا الصابون ولا اي حاجه. داكشي مهوت كاع عشيري. رد داكشي رد 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 عندي عندي رد حط داكشي تما هاكاك ما تهز حتى حاجه. ايه اخويا مسموم. شوفوا الدوش اخوتي كي دايروا الطواليط حاشاكم بعدا كيما قلت لكم داكشي ناضي وهربان. اش غدير؟ وانت لا 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 هشام 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 لا روينا لا 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 ضروري روينا وشو ما ترونش ليا الفندق ديالي هشام. انت جربت السرير ديالي؟ إيه؟ وانا غنجرب السرير ديالي. بلاتي 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 نوريه لهم بعدا نوريهم. يلا وريهم. المهم شوف اخوتي ما شاء الله السرير فين غنعس بوحدي هاد الليله. يا سلام داكشي ناضي وهربان كما فوزات الالاعيب تريان عام سيدي ديال البوله. يلا جرب السي هشام. اش بان ليك؟ ما تهرش ما تهرش عاوتاني تنقز عاوتاني تنقز. سير سير سير. ووو ما دار لا صوت لا والو والو سكات زايا خوتي. المهم دابا شنو بلان؟ غادي نوصل هشام للفندق ديالو فين غينعس وغنرجع انا للفندق ديالي فين غنعس. واللي صراحه هربان ديال بصح كيما شفتوا. واكثر حاجه واعره هي دابا راه وقت الغروب وفين كاين انا حدا البحر كيما قلنا لكم في الاول. ها هو البحر كتشوفوا فيه يا سلام. اذا غندوز وقت الغروب واللي هو اجمل وقت في العالم حدا البحر السي هشام. عافاك عافاك جيب لي معاك. شوف لي عاوتاني هاد الاطلاله. شوف لي هاد الاطلاله. شوف اخوتي الخضره. شوف لي هاد الاطلاله فين عايش انا يا السعاده خاي ديالي. الله يخزيك العافيه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك اشتركوا في القناه فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد. وهنا في سان بيدرو عندك غادي تعيش ما عندكش غادي تعيش. وزاي يا خوتي بيس.